بقول لعله خير، وانه ربي اراد للخير، لكن انا مش ملاقي الخير قدامي. يعني كثير احيان ناس بيعلل حاله، بيقول لك انا اخفقت، لعله خير لعله خير لعله خير، اكيد الله بده يقلي الخير، اكيد الله بده يقلي الاحسن، لكن بيقول لك وين هو الاحسن؟ انا مش ملاقي قدامي الشيء اللي انا بتمناه. يعني انا رايح اشتري سياره وما زبطتش الموضوع معي، فبقول لعله خير. طيب ماشي مشيناها، رحت انا اسجل بجامعه لقيت الباب مغلق، لعله خير. طب وين هو الخير؟ انا دائما نظل نقول لعله خير، الله اراد لي الاحسن، لكن الواقع ضد اللي انا بدي اياه. فبصير الانسان عنده نوع من التناقض بين ما يريد وبين ما هو واقع وبين اختيار الله عز وجل. لكن احنا ايماننا دائما بضل يقولنا انه الله بده لي الاحسن، وعلى الواقع مش ملاقي الاحسن. مش هيك اللي بصير معنا مرات كثير؟ طب تعال نحكي بالحلقه عن الموضوع. دائما وابدا نتذكر القاعده اللي بننطلق منها احنا كمسلمين، احنا كمؤمنين بالله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: اول ما خلق الله القلم، اول شغل خلقت في الوجود الاقلام، القلم. اول ما خلق الله القلم، فقال الله عز وجل له: اكتب ما كان وما يكون الى قيام الساعه. يعني انتم شايفين القاعده اللي انا قاعد قدامكم مسجله عند الله عز وجل. انتم شايفين كيف قاعدين في البيت قدام التلفزيون، مين جنب مين ومين قبال التلفزيون ومين على يمين التلفزيون، مين على شمال التلفزيون، مين اللي حاضر الحلقه الان، كل هذا مسجل عند الله عز وجل. وذلك قبل ان يخلق الله السماوات والارض بخمسين الف عام. قديش؟ خمسين الف عام. كل شيء مسجل، كل شيء مسجل. عمرك ورزقك وراتبك وروحتك وجيتك وقعدتك، ومين ابوك ومين امك ومين اخوانك ومين خواتك، وين سفراتك وين طياراتك وين روحاتك وين جياتك، قديش راح تاكل، قديش راح تشرب، قديش راح تعيش، كل شيء مسجل عند الله عز وجل. انفاس معدوده في اماكن محدوده. انا مقدر لي اتنفس في عمان 100,000 نفس، واتنفس في ابو ظبي 50,000 نفس، ومقدر لي أتنفس في أمريكا 20,000 نفس، وأتنفس في القاهرة مش عارف كم ألف نفس. أنفاس معدودة، معدودة في أماكن محدودة، مقدر من الله عز وجل. أنت لازم تفهم تركيبة الكون عشان تعرف أنت وين. ما هو إحنا اللي ما بيآمن بالله عز وجل، اللي ما عنده كبير يجيب له كبير، وإحنا كبيرنا ربنا. هيك المثل بيقول: اللي ما عنده كبير يشتري له كبير. احنا كبيرنا الله، مش كل يوم يقول الله اكبر؟ شو بنقول؟ الله اكبر. عشان هيك احنا لما نكون منتمين الى الله عز وجل، مؤمنين بالله عز وجل، واثقين بالله تبارك وتعالى، شوف شو المصطلحات: مؤمن، واثق، متوكل، مرتبط، كل هذه المصطلحات بتفهمك مين انت. مش انت ريش بمحب الريح، كله عند الله مقدر. وذلك قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف عام. بس مش يجي واحد يقول أنا بديش أصلي لأنه الله مش كاتب علي أصلي، لا، هاي موضوع ثاني. الله يعلم لكن الله لا يجبر، الله يعلم لكنه لا يجبر. الحكي هذا كله سجل حياتك، خطواتك مسجلة عند الله قبل ما يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. من قديش؟ من خلق السماوات والأرض. طب سؤال: هو الأرض قديش عمرها لحد الآن؟ اللي بيقول لك 7 مليارات سنة، واللي بيقول لك 6 مليارات سنة، واللي بيقول لك 10 مليارات سنة، أرقام خيالية. لسه قبل هالأرقام بخمسين ألف عام، أقول لك لو افترضنا عمر الكرة الأرضية 100,000 سنة، 100,000 قبل ما ربنا يخلق السماوات والأرض ب100,000 سنة، وكمان 50 سجل كل شيء. الشيء خيالي، أرقام فلكية مسجل عند الله عز وجل. وإجينا إحنا على الدنيا وربنا سبحانه وتعالى أراد أن يمتحننا، لكن ربنا عشان يمتحننا أحيانا يعطيك وأحيانا يمنع عنك، أحيانا بيرزق وأحيانا بيمسك، ليبلوني أأشكر أم أكفر. يعطيك وبمنع عنك حتى يميزك، حتى يغربلنا سبحانه وتعالى،
حتى يميز الله الخبيث من الطيب. طب هو مين الخبيث ومين الطيب؟ الخبيث الذي إذا نجح نسب النجاح إلى نفسه، هاي خبيث. بقولك أنا اللي عملت وأنا اللي سويت. أنتم متذكرين قارون شو قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا اللي ربي أعطاني، لأنه أنا قارون وأنا ابن عم موسى عليه السلام النبي، وأنا من بني إسرائيل، وأنا شيخ بجماعتي، وأنا وأنا. فلما ربنا اطلع على الكرة الأرضية لقاني بستاهل فأعطاني. نسب النجاح إلى نفسه. مدام نسبت النجاح لنفسك خذ يا خسف، فخسف الله به وبجنوده وبحاشيته وبخيله وبرجله في قاع الأرض، فلا يزال يتجلجل. شوف حديث النبي، يتجلجل يخسف به إلى قيام الساعة. ليش؟ لأنه نسب الفضل لنفسه، لأنه لما نجح وصار معه فلوس قال أنا اللي عملت المال، أنا شطارتي، أنا روحتي، أنا جيتي، أنا الفتح، أنا الذكي، أنا اللي جاي لمش عارف لأخوالي، أنا جاي لعمامي، أنا مش نسبت الفضل لحالك، خذ معناته ضرب على رأسك عشان ثاني مرة تتأدب مع الله عز وجل. شوف فرعون شو قال. فرعون قال أليس لي أنا ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. اطلعوا يا ناس اطلعوا، الله أعطاني قصور وأنهار وملك مصر، ولا أنا مش أنا أحسن من هالمهين الفقير؟ عن سيدنا موسى، عن سيدنا موسى كليم الله عز وجل، شوف الخبيث، عن سيدنا موسى بيقول عنه مهين ولا يكاد يبين، حتى هو حكي مش قادر يحكي لأنه لسانه فيه لثغة، مش أنا أحسن منه أنا. فربنا سبحانه وتعالى غرقه في البحر وحط بثمه تراب عشان ثاني مرة يتأدب مع الله عز وجل. شوف جماعة بلقيس لما إجاه الكتاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي عزة المؤمن وأتوني مسلمين إلى الله عز وجل، أنا بدعوكم إلى الله مش إلي، ألا تعلوا علي، ما تتكبروش علي لأنه أنا عزتي مع الله، وأتوني مسلمين لله عز وجل. شو قالوا لها جماعتها؟ نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، إحنا منكسر لك راسه، إحنا اللي أولو قوة وأولو بأس شديد. لكن المرأة طلعت عاقلة وانساقت أمرها إلى الله عز وجل، قالت إني أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. عرفتوا كيف التصور؟ وبعدين إبليس، إبليس أول واحد قال أنا، إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال له ربنا مدام إنك أنت أحسن من آدم أخرج منها فإنك رجيم. شوف دائما وأبدا مهما بلغت بك المعاصي، بدي أنصحك نصيحة لوجه الله، مهما بلغت المعاصي نصيحة لوجه الله، مهما بلغت منك وتحملها من أخوك، مهما بلغت إياك تجرأ على الله، قول غلطت وانت بتعمل معصية، غلطنا واذنبنا وقصرنا ولك ربنا تبنا، بس اياك انك تصادم ربنا مصادمة. ما فيش واحد يصادم ربنا الا ربنا سخط، ما فيش واحد اجى بربنا وجه لوجه سبحانه وتعالى بلغتنا، ما فيش واحد اجى بربنا وجه لوجه الا ربنا اذله في الدنيا قبل الاخر. عشان هيك حتى لو عصيت، حتى لو قصرت، حتى لو غلطت، حتى لو أذنبت، حتى لو بعدت عن ربنا شوي، بس ما تيجيش بربنا سبحانه وتعالى، ما تيجيش فيه سبحانه وتعالى، خليك دائما يعني عندك نوع من الحياء مع الله عز وجل. حتى وأنت تذنب، حتى عندما تذنب خلي نوع من الحياء مع الله عز وجل، ما تعملش على ربنا سبحانه وتعالى. إياك إنك تعاند ربنا معاندة بضربك سبحانه وتعالى. طول ما أنت بتستغفر، طول ما أنت بتقول يا رب غلطنا وسامحنا بحقك، طول ما أنت بتقول يا رب أنا عبدك الضعيف اللي غلطت بحقك، وأنت يا ربي رب كبير عظيم رحيم، يا ربي اغفر لي وسامحني، وأنا يا ربي حتى لو وقعت في المعصية مرة ثانية وثالثة وعاشرة، ما دام تستغفر الأمر بيظل سهل. لكن لما بيجي واحد بركبها مرض زي ما نسميها، وبعدين هو بيصير يواجه ربنا، ربنا ما بيرحمهوش سبحانه وتعالى، وأنت بإنك تعاند الله عز وجل. عشان هيك ما واحد شاد الدين إلا غلبه، ولا واحد إجا بالدين بوز لبوز، ولا واحد إجا لربنا وجه لوجه إلا ربنا أذاقه ذل الدنيا قبل عذاب الآخرة. فهي نصيحة لوجه الله عز وجل. نرجع نقول مين هو الخبيث. الخبيث الذي نسب الفضل إلى نفسه، أي واحد. طب الخبيث الثاني مين هو؟ الخبيث الثاني ربنا بيختبرنا ليميز الله الخبيث من الطيب. من هو الخبيث؟ الخبيث الذي ينسب الفضل إلى نفسه، أي واحد.
ومن هو الخبيث؟ الذي يستعمل النعمة في معصية الله عز وجل. اللي ربنا أنعم عليه، أنعم عليه بفلوس استخدمها في المعصية، أنعم عليك بصحة استخدمها في المعصية، أنعم عليه بمنصب استخدمها في معصية، أنعم عليه بأنه صاحب سلطة وسلطان وصولة وجولة وتوقيعه ماشي راح استخدمه فيما يغضب الله عز وجل، عين قرائب وحط حبايب ونسي أولاد الناس الثانيين. هذا خبيث. يميز الله الخبيث من الطيب. طب نيجي نحكي بالطيب، ولما تحكي في الطيب يبين معك الخبيث. ومن هو الطيب؟ الطيب الذي كلما دارت به الدنيا قال رضيت. بيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام، عشان نفهم الدنيا صح، عشان ما نفكرش حالنا انه احنا بشطارتنا صرنا ولا احنا بتقصيرنا ما صرناش، لا الموضوع مش هيك. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في الحديث عن الله عز وجل، عن مين؟ عن ربنا، مش قرآن، حديث قدسي. من رضي فله الرضا، اللي برضى باللي كتبته أنا برضى عليه، ومن سخط فله السخط، ثم لا يكون غير الذي أريد. كلمتي بدها تمشي، ربنا كلمته بدها تمشي، وانت واحد من اثنين، يا إما بترضى باللي رضي ربنا وبتقول يا ربي أنا قابل. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، مصيبة أي مصيبة، الصيب هاي أصل الصيب، قد يصاب ولنبلونكم بشيء من الخوف، خايف على مستقبل، خايف على بكرة، خايف على أولاده، خايف على تجارته، معلش خايف. الخوف عبادة، نوع من القلق، هذا القلق عبادة، يسجل لك الحسنات. ولنبلونكم، مين؟ الله، الله اللي يبتليك. ولنبلونكم بشيء من الخوف، خايف على المستقبل، خايف على التجارة، خايف على الأولاد، وخايف على الرزقة، وخايف على بكرة، وخايف شو يصير. نبلونكم بشيء من الخوف والجوع. يعني انت شرط كل ليله تنام شبعان؟ لا، انت راح يمر عليك ايام تكون جوعان. والجوع مش معناته جوع البطن، الجوع معناه الحاجه. انا بحتاج 1000 دينار، مش موجود غير 900، هاي جوع. انا صح ماكل شارب نايم، بس انا ناقص علي 100 دينار. ولنبلونكم بشيء من الخوف، خايف السياره تقطع الطريق لانها موديل قديم. والجوع الحاجه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، خسائر. مين اللي بيبتليك؟ الله. يعني مش لانه انت كنت غبي في تجارتك، لا 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 لا، الموضوع الله يريد ان يختبرك. ونقص من الاموال والانفس، مش بتقول لك مات لي ولد، مش بتقول الولد لما صار عمره كذا الله اخذ وداعته، مش بيقول مات ابوه، مش بنقول ماتت اخته، مش بيقولوا ماتت زوجته، مش مات زوجها، الله يبتليك. ونقص من الأموال والأنفس، وبعدين والثمرات. الثمرات معناها النتائج، مش الثمرات بس إنه عندي مزرعة تفاح والسنة هاي ما جابتش إشي، هاي واحدة من الصور، واللي أنا عامل مزرعة بندورة والسنة هاي ما جابتش غلة، مش هاي فقط، النتائج. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، أنا درست 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 والمعدل ما زبطش. الثمرات، الله يبتليك. طيب مدام الله يبتليك، اطلع على الكف الثانية، أن الله قد ذكرك. شين الله ذكرك؟ عشان تتخيل صورة صح، احنا قاعدين بجامع يوم الجمعة، تمام؟ ودخل واحد على الجامع وطلع كيس هالمصاري من مال الحلال، له من مال بورصات ولا واسطات ولا رشاوة، مال حلال، وطلع الكيس وبلش يعد على المصلين، كل واحد يحط بإيده 100 دينار. قديش؟ 100 دينار، 100 100 100 100 100. ولما وصل لعندك فشق، لما وصل لعندك فشقك ما اعطاكيش. اسالك سؤال، من الذي يفرح ومن الذي يحزن؟ ظاهر الامر اللي اخذ 100 ليره مبروك، واللي ما اخذ ال 100 دينار محروم. لا مش هيك، في علم الله عز وجل مسجل باللوح المحفوظ، لو افترضنا انا ما اخذت ال 100 دينار عشان يزبط معك المثال، في علم الله مكتوب في مسجد أبو عيشة، يدخل فلان الفلاني اسمه موجود، فيعطي كل من حضر 100 دينار إلا محمد نوح. فالسؤال، من الذي ذكره الله باسمه؟ أنا. وانتو؟ لا، انتو أخذت بالجملة، وأنا ذكرت باسمي. فأيهما أحب على قلبي، آخذ 100 ليرة ولا الله يذكر اسمي؟ مين اللي حب على قلبك؟
أخذ مئة ليرة زي الناس، ولا التميز أن الله يذكرني سبحانه وتعالى؟ التميز، شوف العطاء، ظاهر الأمر العطاء وحقيقته المنع، وبالنسبة إلي ظاهر الأمر المنع وحقيقته العطاء، أن الله قد أعطى.